ما أصعب المشوار؟ تمام. فقامت رفقة وتحركت بدون أن ولا تفكر لحظة بأخطار الطريق. تعليق دكتور عادل. تعليق، كنت عايز اربط اولا بين الترنيمه اللي رنمها الاخ نجيب والموضوع ده. الواحد يقول لك ايه دخل الروح القدس في الموضوع بتاعنا؟ انا شايف انه الاصحاح 24 ده انقسم لثلاث شخصيات هامه: الاب، الروح القدس، الابن. الاب اللي هو ابراهيم بعت العبد اللي هو العازر عشان يخطب عروسه لابنه اسحاق. فالجزء الأول يورينا الآب السماوي وهو عايز يملى السماء بأبناء كثيرين مشابهين صورة ابنه اللي هو يسوع. بيحب الابن الأزلي حب غير عادي، وعايز يملى السماء بشخصيات أو بناس زيه بالظبط. فيعمل إيه؟ بعد ما الابن كمل العمل على الصليب يبعت الروح القدس اللي هو العازر الدمشقي، يبعت الروح القدس يجيب له عروس. فيروح الروح القدس زي العذر كده يدور هنا وهنا 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 ويجمع اللي يقبل وياخد قراره الصح، يقول له تعالى انا اللي هوصلك. يقبل فداء يسوع المسيح. يقبل الفداء ياخده بقى ايه؟ يا ايها الروح العزيز رايتني وحدي اسيح اتجه سائحا الى السماء فصحبتني، زي ما العبد خد رفقه معاه، مش هي اللي راحت مع العبد. العبد اللي قالها تعالى انت مش هتعرف السكه. هو اللي بيوصل لغاية من لقاء من العريس، من الباب للباب، من الباب من أول خط. على فكرة ده بيأيد اللي في بطرس الأولى في العهد الجديد الأصحاح الأول، التلات حقائق دول الأب فضل. والابن والروح القدس. لو تقرأها لنا بطرس الأولى الأصحاح الأول عدد واحد واثنين، بنلاقي نفس الله الأب اللي هو اختار في الأزل، رائع خدت البلد، حلو خالص. وبعدين الروح القدس، تقديس الروح، وبعدين فداء بيسوع المسيح. أول مرة أخد بالي منها داخل نجي. بيقول كده أنه المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق، تقصد ده إبراهيم زي إبراهيم، أي ينطبق على إبراهيم. تقديس الروح للطاعة، يعني الروح يخصصهم ويأتي بهم عملية للطاعة. تقديس الروح يعني الروح بيخصص بيقدس بيقدس الروح الإنسانية بتاعي ويخليهم يطوعوا زي ما رفقة قالت أذهب. ده عمل الله، عمل الروح القدس. عمل جميل الروح. ورش دم يسوع المسيح، ده الجزء الأخير من الأصحاح. أو في الآخر أكمل بقى كلامك، يقول كده لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. طب هم ما شافوش العريس، أو قصدي رفقة ما شافتش إسحاق، هنا يقول إيه؟ الذي وإن لم تروه نفس ولكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. كلمة ربي يبارك، كلمة الله حتة واحدة، تكوين. أنت ربطت التكوين برسالة بطرس الأولى آلاف السنين. الكاتب واحد، هو الله.